أكدت مصادر صحافية باكستانية أن النظام الخليفي أبرم مع حكومة نواز شريف اتفاقيات أمنية وعسكرية، وذلك في إطار الزيارة التي أجراها الحاكم حمد عيسى الخليفة إلى باكستان. وقالت صحيفة ذا إكسبريس تريبيون الصادرة اليوم الخميس 20 مارس بأن حكومتي البلدين ناقشتا توسيع التعاون الدفاعي القائم بينهما بعد محادثات رفيعة المستوى عقدت في مقر هيئة الأركان المشتركة في مدينة رول بندي يوم الأربعاء. الصحيفة أشارت إلى العلاقات الأمنية الوطيدة بين النظامين، وقالت بأن القوات الجوية في البحرين تضم 18% من الباكستانيين، وأن هناك ما يقارب من 10,000 باكستاني يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الخليفي. وفي السياق نفسه قالت الصحيفة بأن النظام استقدم خبراء ومسؤولين عسكريين باكستانيين للمساهمة في قمع الحراك الثوري والذي ارتبط بثورات الربيع العربي كما جاء في الصحيفة. متابعون أكدوا أن هذه الأنباء تثبت مجدداً أن قوام الأجهزة الأمنية في البحرين هو من المرتزقة، وبحسب المعنيين فإن ذلك يؤسس لإقامة دعاوى قضائية دولية ضد النظام. وعلى هامش الزيارة أعرب مجلس وحدة المسلمين عن قلقه من المحادثات الجارية بين نظامي البحرين وباكستان، وطالب المجلس بعدم توقيع اتفاقيات عسكرية مع البحرين، وذلك على خلفية حملات القمع التي يتعرض لها الشعب البحريني. كما ندد المجلس بالنظام الخليفي واصفا إياه بالديكتاتورية، وحث حكومة باكستان على عدم تلطيخ أيدي الباكستانيين بدماء أهل البحرين.